اهلا بكل محبي كره القدم اتفرجوا علينا. كان معاكم احمد وسلمى الاسبوع الثالث من الفانتسي وكل النصائح دي فاكر. احمد عصام 31 سنه مهندس واسم الشهره ابو ادم. انا اسمي سلمى مشهور وعندي 31 سنه وبعمل دكتوراه في العلوم السياسيه في انجلترا وكره احلى حاجه في حياتي. لا دي حاجه معروفه عندنا ومقدسه، محدش بيقابلنا، محدش بيحط اي عزومه يوم السبت او الاحد عشان معروف ان انا واحمد قاعدين في البيت. اللي عايز يجي لنا يتفرج معانا اهلا وسهلا. في كنبه زرقاء يعني لو شايفاها ورايا يعني بنقعد عليها كل اسبوع السبت، محدش بيكلمنا، قاعدين قدام التلفزيون من 1:30 لغايه مثلا 8 بالليل. ده خلاص ده مكاننا. غدا بقى افطار غدا عشاء بقى قاعدين ما بنتحركش على الكنبه الزرقاء. السبت ده يوم مقدس بالنسبه لنا. يعني 100% كتير قوي بنتخانق، كتير قوي مثلا انا اقعد اقول لاحمد انت بجد مقفور قوي ومحايد ناحيه تشيلسي، هو يروح يقول لي بجد بكره هتفرج على ريال مدريد معاكي عشان انت بتبداي تنسي كل اللوجيك وتنسي كل الذكاء. خناقات كتيره يعني، بس كلها خناقات لذيذه، مش خناقات اللي هو يعني بنتخانق مع بعض بجد، بس بنشد على بعض. حد يتعصب شويه لو مثلا حد في الاسبوع ده عامل وحش بيبقى طبعا متنكد ومش مستحمل كلمه من التاني، عكس التاني عامل حلو بيبقى قاعد فرحان وعمال ايه يتكلم على نقطه والتاني مش قادر يسمع اي حاجه. غير كده بقى احنا طول ما احنا قاعدين عامه في وقت فراغنا فيديوهات تحليل شغاله في الباك جراوند كده، حاجه اللي هو ايه ازقزه واحنا قاعدين، لازم حاجات شغاله تتكلم على الماتشات اللي ما شفناهاش. فرقتي للجوله الرابعه في البريمير ليج، هلعب بيكفورد، انا خلاص مش قادره استحمله بس عنده شافل فقلت هستنى عليه. بقالنا 4 سنين يعني في اغسطس اللي فات كان كده، بقالنا 4 سنين فداخلين على السنه الخامسه. انت يمكن بدات سنه واحده بس قبل سلمى، فكده اعتقد بقالي 6 سنين ودي تقريبا دي السابعه. مركز في الفانسي تقريبا اول 50,000 تقريبا 20,000-30,000 حاجه زي كده، ده كان افضل موسم ونحاول يبقى احسن السنه دي ان شاء الله. يعني اكتر حاجه بحبها في الفانسي انها بتعرفني لعيبه عمري ما كنت هعرفها الا لو كنت بلعب فانسي، بتعرفني فرق، بتخليني اتفرج على ماتشات ما فيش اي حد بيتفرج على الكوره عامه هيقعد يتفرج على الماتش ده. حاجه بحبها ان فعلا يعني بتعلمك كل اللي كل حاجه على الدوري الانجليزي بجد عارفاها، وبتخليك ساعات برضه تديك احساس ان انت فاهمه اللعبه، بتعملي كويس، تحسي انت فاهمه اللعبه. الحاجه الوحشه ان هي طبعا بقى مع ان انت بتشجعي فريق معين، فلا لو يعني مش مثلا عايز لعيب مثلا من فريق تاني يعمل كويس بس بيلعب فريق انا، فببقى طبعا فاهم في بقى حاجه لخبطه كده، الواحد مبقاش فاهم هو عايز الفريق يكسب ولا هو اللي يكسب في الفانسي، بتعمل كده ايه حته لخبطه قوي في اللعبه. اكتر حاجه بكرهها طبعا ان هي بجد ممكن تنكد على الواحد، يعني ممكن قرار واحد ولا انذار واحد ولا كارت احمر واحد ينكد على الواحد، فدي برضو حاجه لازم نتعود عليها. وبدانا في ارزع، انا اتعرفت على مروان من صحاب عندنا، يعني كانت معرفه كده سطحيه، دخلت معاه في ليج وانا السنه دي كسبت كل الناس اللي كانت في الليج ده، فمروان ساعتها بقى كلمني وقال لي مش عايزه تطلعي معايا كده تتكلمي عن الفانتسي، فقلت له ما عنديش اي مشكله. بعدها راح قال لي طب ما تعملي انت واحمد بقى برنامج كامل، فدي الطريقه اللي دخلنا بيها ارزع. نفسي نكون يعني افضل ثنائي كروي بيتكلم على الدوري الانجليزي او على الكوره عامه، وبنحاول ندعم ده بشويه بقى مذاكره، بشويه هدات، بشويه كورسات عامه، فيعني يا رب يكمل على خير ويكون كده ايه احسن من المحللين حتى بتوع انجلترا نفسهم. نفسي قوي اخش في الاحصائيات عشان انا بعمل دكتوراه وبشتغل مع داتا كتير قوي، فنفسي اخش في الموضوع ده في الكوره، فطبعا بس ده محتاج علم ومحتاج تدريب، بس انا نفسي، واحمد برضو بيعمل البادجات بتاعه التدريب، فانا حاسه لو هو عمل البادجات بتاعه التدريب وانا دخلت على الحته الداتا اناليتكس بتاعه الكوره ممكن نقدم محتوى مميز قوي.